تكلمنا عن سير المباراه كابتن ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت عارف يا كابتن اسامه، ماتشات الاهلي والزمالك دي ديربي بصرف النظر عن اي حاجه، حتى لو على مستوى الناشئين. طبعا الاهلي والزمالك حاجه كبيره جدا في كره القدم. يعني الماتش كان قوي جدا امبارح، فعلا كانت مباراه قويه تليق بمستوى الفرقتين، نادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا الجو امبارح طبعا كان فيه حراره شويه، تمام. الجو كان حر شويه، لكن الشوط الاولاني يعني الدنيا ماشيه، الماتش اتجاه بين الفرقتين. جم اتقدموا بهدف علينا يمكن بعد حوالي 20 او 25 دقيقه. تمام. بعديها وصلنا المرمى يمكن 3 شوط الاولاني، لكن يعني ما كانش فيه يعني حظ وكده. الشوط الثاني نظمنا الصفنه من الاول ثاني، بدانا بضغط سيطره على كرات الشوط الثاني، وصلنا المرمى كذا مره لغايه ما وصلنا على ضربه جزاء. احمد حسيد عبد النبي حصل على ضربه جزاء. الصوت شويه لو سمحت يا كابتن ياسر، علي صوتك شويه لو سمحت. بقول لك كابتن، يعني احنا في الشوط الثاني كنا ماشيين الحمد لله كويس جدا، تمام، سيطرين على مجريات الشوط الثاني. اول ما بدانا الشوط الثاني وصلنا حوالي يمكن كورتين، حصلنا على ضربه جزاء من احمد حسيد عبد النبي وهو نفذها بنفسه وسيبنا التعادل. تمام. بعد كده تعرضنا لظروف صعبه شويه، حصل لنا يمكن طرد بعد الجون يمكن حوالي 5 دقائق، لعبنا حوالي نص ساعه من الشوط الثاني ب 10 لعيبه. يعني النادي الاهلي بعد ما ادرك التعادل في الشوط الثاني بتلعب حوالي 30 دقيقه وانت ناقص واحد يا كابتن. تمام يا كابتن اسامه، تمام يا كابتن اسامه. بس يعني عملنا تغييرات بسرعه، يعني ظبطنا الخطوط بتاعتنا وقدرنا نسيطر والله، واحنا عددنا ناقص سيطرنا تمام. كويس، عملنا هجمات مرتده كويسه جدا. وصلنا مرمى الزمالك يمكن قبل ما تسجل الجون الثاني يمكن وصلنا مرتين، والثالثه ربنا اكرمنا بالجون الثاني. تمام. حصل طبعا انت عارف بنلعب ب 10 لعيبه، خلاص يعني كنا برضه المجهود البدني كان زياده شويه، لكن كنا عاملين مباراه كويسه جدا. ومع ذلك برضه كنا بنعتمد على الهجمات المرتده، كان ممكن يعني نعزز جون ثالث لكن ما حصلش نصيب. يعني يمكن في اخر والله اخر دقيقه يمكن من الوقت بدل الضايع، الوقت بدل الضايع بدقيقتين ولا حاجه، حصل علينا ضربه ركنيه وللاسف حصل دربكه في منطقه ال 18 شويه، وادركوا هدف التعادل يعني. لكن الاعداد النفسي يا كابتن ياسر كان مهم في مباراه زي دي، خاصه ان 2002 اول مره يلعبوا على ملعب نادي الزمالك، دايما كانت مباريات اهلي وزمالك بتتلعب في ملعب الجيش في السويس، مظبوط كده؟ تمام يا كابتن. وفعلا كان احنا اول مره يمكن تقريبا نروح نلعب نادي الزمالك، لكن احنا عددنا اللعيبه نفسيا كويس جدا، وقلنا لهم احنا رايحين نادي كبير برضه زي نادي الزمالك، الناس استقبلونا كويس الحمد لله، والولاد كانوا عندهم احساس بالمسؤوليه وكانوا على قدر كبير جدا من الالتزام والروح الرياضيه، والماتش عموما كان فيه روح رياضيه عاليه جدا. والنتيجه انت عارف دايما الحاجات دي يعني بتبقى يعني ملهاش مقياس شويه، يعني بتاعت ربنا برضه في الاول وفي الاخر. لكن احنا طب طمنا بقى على 2002، فعلا عندنا مواهب، خاصه كمان وانت بتقول احمد سيد عبد النبي، احمد سيد عبد النبي باك رايت صح كده؟ تمام، مظبوط، بيصعد دايما مع 2001 وما شاء الله كمان بيقدم مباريات قويه كمان مع 2001 وبيلعب كمان مع 2002، ففعلا عندنا مواهب في 2002 يا كابتن ياسر. يا كابتن في طبعا مواهب كتيره جدا، منهم احمد سيد عبد النبي. هو احمد سيد عبد النبي اصلا ما لعبش معايا ثلاث اربع ماتشات، يعني اغلب السنه بيلعب مع 2001، وكان ليه دور معاهم كبير جدا انهم يحصلوا على البطوله. عندنا برضو لعيبه كويسه جدا في 2002، وان شاء الله يكونوا داعم لمستقبل الكره في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن وفريق 2002 كابتن ياسر محمدين، شكرا جزيلا لك. شيء مهم جدا كمان ان يعني تبقى بشره خير، ما شاء الله احنا هنا كنا عملنا استوديو تحليلي لفريق 2001 تحت 17 سنه وفاز النادي الاهلي 3-2، وكان في المقدره ان احنا كمان نعلي السكور ونكسب بنتيجه